الدكتور علي بوق ومجلس الأمناء في أهالي حطور وأهالي جنوب سيناء. إحنا بمصر في مجلس إدارتها وطبعا بنصر أكثر وأكثر في السيد المحافظ في عمر جنود النبي إن شاء الله بشكركم جزيلا. وما يستجد من عمرات للفائزين إن شاء الله في موسى النبي هنطلع بالفتاة وكده كل المناسبة هنطلع سيد كلامية هنقدر نطلعه كده. يوم سعادة لينا ويوم بهجة وأنتوا أدخلتوا البهجة ومصر عمير دخلت البهجة على نفوس الغلابة الناس اللي موجودة.